متخرجة من جامعة بحرين بوليتكنيك، دارسة تقنية إلكترونية، عملت في مجال البرمجة والشبكات. في فترة اللي كنت أدرس فيها بديت أشتغل مع البنك الإسلامي اللي هو البي آي إس بي، انضميت إلى فريق الآي تي مالهم، وبعدها صار عندي إنه لازم أسوي مشروع التخرج، وقرروا البنك إنه يعطوني الفرصة إن أكمل معاهم عشان أسوي مشروع تخرجي. استخدمت الانوفيشن لاب مالهم عشان اشتغل هناك. المشروع اللي سويته كان عبارة عن تطوير رجل آلي حقيقي مجسم كامل. استخدمت كذا تقنية عشان ابرمج هاي الشغلة المطلوبة مني، واستخدمت حتى تكنولوجيا الكلاود كومبيوتينج عشان اقدر ابرمج السنسرات وهالشغلات اللي على الروبوت بالذات. الروبوت نفسه عليه شاشة، فأول ما الكاستمر يدش يبتدي يرحب فيه ويسلم عليه، ومن خلال الشاشة الكاستمر يقدر أنه يعرض المعلومات والعروض المتوفرة في البنك، ومنها في مثلا إذا حين كاستمر دش البنك وفي كذا شغلة مو بعرف يسويها من ناحية الماشينز اللي عندهم، يقدر انه يبطل الفيديوز ويشوف من خلاله الطريقة انه شلون يكمل هاي الشغلة. هو الهدف من الروبوت كان انه بينحط في الديجيتال برانش مال البنك اللي هو في جاليريا مول. اذا الكاستمر كان متواجد هناك، في من خلاله يقدر يعرف البرانشز الثانية في وين صايرة. في نوع الكود، مجرد ان الكاستمر يصور الشاشة من تلفونه الكود يوديه له على جوجل ماب عشان يودي على الدايركشن مال البرانش الثاني، ويقدرون حتى انهم يقيمون تجربتهم في البنك. الروبوت عمل على اساس انه يكون تقريبي للموظف العادي عشان الكاستمر نفسه ما يحس باي فرق، مجرد انه هو يتحدث مع الروبوت، الروبوت يرد عليه. الفايدة من الروبوت انه عشان الكاستمرز يحصلون شيء جديد يتعاملون معه في مجتمعنا بدال الشيء التقليدي اللي احنا متعودين عليه، وفي نفس الوقت انه يقلل الزحمة اللي تصير في البنوك عشان بس مجرد سؤال او سؤالين انه يوقف طابور طويل عشان هالأسئلة. فهاي طريقة اسهل عشان العملاء يقدرون يعرفون عن البنك اكثر. البنك عرض علي كذا مشروع، اكثرهم كان موبايل ابليكيشنز ومواقع الكترونية. من بينهم كلهم جذب انتباهي مشروع واحد اللي هو مشروع الروبوت. قررت ان ادخل في هاي المجال لانه هو شيء جديد في البحرين وعمره ما صار، ونفس الوقت ان الدنيا كلها قاعدة تتطور وقاعدة تمشي في هالمجال، فليش البحرين ما تتطور معاهم؟ ونفس الوقت عرفت ان هاي المشروع اذا انا قدرت اسويه واطبقه يعني بيبني لي اسم، بيسوي لي مكان. ونفس الوقت بيتنا امي وابوي شجعوني وايد على هالمشروع، وعرفت ان هاي المجال راح يفتح لي كذا مجال وفرص عمل اللي بقدر اطور فيها من نفسي. اي مشروع جديد يتطبق طبيعي ان الشخص بيواجهه عدة صعوبات، والصعوبات اللي انا واجهتها كان من ناحية الموارد المعلوماتية، يعني عشان اسوي الروبوت وابرمجه كامل هاي بروحها كان يعني تكلفته جدا عودة. وانا في حالتي الحمد لله حصلت هاي كلها من البنك الاسلامي، هما كانوا الدعم الاساسي حق المشروع. من ضمن التحديات اللي واجهتها كان في نقص في الورش العملية اللي تصير في البحرين، خصوصا في هاي المجال. يعني المجال نفسه الاي تي كشكل عام في منه ورش كثيرة، اما اذا نتكلم عن هاي المجال تحديدا ما في ورش. أتمنى إن في المستقبل يكون في اهتمام أكثر في هاي المجالات في البحرين، خصوصاً في التقنية المالية اللي هو فنتك، العلوم المستقبل ومنها الذكاء الاصطناعي.
أما عن نفسي حابة أن أكمل في المجال وأطور من نفسي في المجال، لأن الدنيا كلها قاعدة تمشي في المجال من الأساس، وحابة أن أبتدي أخترع أشياء جديدة ما صارت في البحرين عشان منها أن أطور البحرين ونفس الشيء أطور من نفسي. طبعا هو شعور جدا جميل أن المجلس هالسنة قاعد يركز على التقنيات الإلكترونية خصوصا في مجال العمل. هاي الشيء يشجع البنات اللي من جيلنا أو من الأجيال القادمة أن هما يتخصصون في هاي المجال، لأن كل شيء في الدنيا حاليا قاعد يمشي في على التكنولوجي. يعني احنا بحياتنا بشكل يومي قاعد نستخدم التكنولوجي. طبعا اليوم كل الجهات وكل الشركات مضطرين انهم يوظفون الناس اللي لهم علاقة في التكنولوجيا، لأن ما يقدرون انهم يكملون اشغالهم بدون التكنولوجي. يمكن ان قبل الشغلة نفسها هذه كانت بس حق الرجال، بس اليوم لا، المرأة قادرة على ان هي تسوي الاشغال الرجل يسويها، منها التكنولوجي والمجالات الثانية. وبالعكس يعني هي تقدر ان تطور من نفسها وتعمل اكثر في هذا المجال.